السلام عليكم كل متابعي القناه الاعزاء، يا رب تكونوا بخير. انا عادل ولي ودي قناه شوارع ومعلم اسكندريه. موضوع حلقتنا اليوم عن ايه؟ موضوع حلقتنا اليوم عن سواقين المشاريع، خصوصا على شارع البحر بين قوسين سواقين الميكروباص اللي كان بيعملوا قله من السواقين سواقين المشاريع من فتره. الايام دي ما ينفعش ايه هما اللي كانوا بيعملوه، تركب معاه قدام يقول لك لازم تاخد الكرسيين وتدفع حق كرسيين تركب لوحدك، ما بيركبش قدام جنب السواق. حاليا بعض السواقين خصوصا الشباب بيركبوا جنب السواق فرد واحد وبيحاسب على الفردين. يعني ممكن لو طالبة شاب موظف معاش معهوش فلوس ومفيش في المشروع مكان غير جنب السواق، لو هتدن قدامه مش هيركبك، لازم تدفع الفردين علشان تركبوا. ساعات بيعاند السواق ويطلع بالمشروع حتى من الموقف من غير ما حد يركب قدام، لو ما فيش حد رضا يركب قدام ويدفع الفردين بيطلع فاضي. فالايام دي زي ما انتوا عارفين ايام فيها صعوبات مادية، الدنيا ربنا يعديها على خير. احنا في ايام مفروض كلنا نساعدوا بعض علشان نخرج من الايام اللي احنا فيها على خير، نخرج من بلدنا على خير، نعدوا بيها البر الامان. ياريت مش كل واحد يحط ايده في جيب صاحبه، مش كل واحد يحط ايده في جيب اخوه. كفاية اللي انتوا كنتوا بتعملوه والى الان بتعملوه، وبتعملوه بكترة حكاية تقطيع الطريق خصوصا شارع البحر. لو انت من خارج اسكندرية وسألتنا يعني ايه تقطيع الطريق، هقول لحضرتك شارع البحر وخصوصا من المندرة الى المنشية، تعرفة الركوب قبل التحريك الاخيرة كانت 4 جنيه، حاليا اتحركت نص جنيه بقت 4.5. سواق المشروع او بعض سواقين المشروع اللي ما عندهمش ضمير بيقطعوا الطريق. يعني حضرتك لو راكب بالمنشية يسألك الاول نازل فين، لو حضرتك قلت له مثلا نازل مكان قريب الشاطبي كان بشزار ابراهيميه ولا كركم، واقل حاجة هياخدها منك 3.5 او 4 جنيه، برغم ان تعرفة الركوب من المنشية الى ابو قير قبل التحريك الجديدة نص جنيه كانت 5.25 جنيه. فسكان المندرة الله يكون في عونهم علشان يركبوا المندرة محتاجين على الاقل من 3 لـ4 مواصلات. وممكن سواق المشروع اللي يقولك انا اخري سيدي جابر، ويجي في سيدي جابر يقولك يا جماعة اللي مكمل لحد محمد نجيب يخليه في العربية ويأخذ منك اجرة، ويجي عند محمد نجيب يا جماعة اللي مكمل لحد 45 يخليه في العربية، الى ان تصل للمندره تكون دفعت 3 مواصلات. ثم بقى لو انت رايح ابو قير تنزل المندره تركب من الموقف بتاع المندره ابو قير، ولو هو مكمل ابو قير يقول لك يا جماعه اللي انا كان معايا 5 في العربيه، اللي مكمل ابو قير يبعت اجره ابو قير، فتبعت 3 جنيه تاني علشان تروح ابو قير. يبقى 3 جنيه و4.5 ادي كام؟ 7.5 جنيه لحد ما توصل ابو قير. ده لو انت راكب المواصله العاديه اللي هي من المنشية للمندرة، ما قطعش الطريق. لو قطع الطريق ممكن عشان توصل ابو قير تدفعلك 20 جنيه. في الظروف اللي احنا فيها دي بعض السواقين اللي ما عندهمش ضمير يخلوا بالهم. الناس خلاص بتقول يا رب، والناس كلها مستحملة عشان البلد تعدي على خير وتعدي بينا كلنا على خير، والمركب تنجل شر لشط الامان. حاجة تانية او حاجة تالتة، ان السواقين بعض السواقين ايضا اللي ما عندهمش ضمير الايام دي ما بيقفوش لكبار السن. لو لقوا حد راجل كبير معاه عكاز ست كبيرة، انا اجي اقول له ليه ما وقفتلهوش؟ يقول لك لا هيعطلني، انا بجري عشان خاطر اعمل طرفين علشان الدنيا صعبة ولازم اوصل السواق لصاحب العربية كذا. لكن بالنسبة له الراجل العجوز كبير في السن او الست الكبيرة في السن هتعطله في الركوب في النزول، هو شايف كده. حاجة تانية بيخاف اللي هو يكونش معهم فلوس. طبعا انا بكلمش على كل فئة السواقين، لا طبعا في سواقين محترمين جدا جدا وعندهم ضمير وبياخدوا الناس من غير فلوس، ولو قلت له معيش فلوس اصلا والله العظيم ما بقولش حاجة. وفي سواقين بيرجع الفلوس لو حس ان راجل غلبان، راجل ضرير، ست غلبانة، بيرجع لهم الفلوس. انا بتكلم عن فئة معينة بتسيء لي جميع السواقين. فأتمنى لو حضراتكم لسه ما اشتركتوش عندي في القناة أو أول مرة تشوفونا، فعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد بنزلوه على اسكندرية. الأهم ما تنسوش ادعمونا بلايك من أسفل الفيديو، اللايك من أسفل الفيديو مش هيخسركم شيء. فأتمنى يا جماعة كلنا في هذه الظروف نقفوا جنب بعض يد واحدة علشان إن شاء الله تعدي بينا الأيام دي على خير.
انا بس بفكر اسواق المشاريع او سواقين المشاريع ايام الكورونا، ايام الموظفين ما كانوا في بيوتهم، ايام الطلبه ما كانت في بيوتها وكانت الشوارع فاضيه، وكان سواقين المشاريع مرغم اللي هو ينزل يشتغل. ما هو لو ما اشتغلش ما عندوش مصدر، الموظف عنده ايوه ينزل يشتغل، بس كان ما كانش في حد في الشارع كان يقعد يزمر للناس، وكانوا يطلعوا يعملوا فيديوهات احنا بنتخرب بيتنا، احنا علينا اقساط، احنا علينا كمبيالات. طب يا سيدي اعمل حساب الايام دي، اتقي ربنا، مش لازم السيجاره في بقك اجنبي والموبايل جنب منك في الكرسي لوحده، بيحط الكرسي لوحده جنب منه الموبايل بالشاحن، والزبون اللي واخد الكرسيين ياخد كرسي، وهو بقى العلب السجاير الاجنبي او العلبتين انا ما بحسدهوش، الله يسهل لك الحال، والنضاره والسيجاره ببقه ومعاه فلاشه مليانه مهرجانات، اول بس ما يركب كده اقول ايه حد يديله جنيه ولا 2 جنيه يبوسه كده، هو كده الصبح ويشغل بسم الله الرحمن الرحيم ايتين قران، وبعد كده رص مهرجانات ورص بقى تليفونات وانت عامله ايه، ولو ركبت جنب منه واحده انت اسمك ايه، ومش الحركات اللي كلنا عارفينها. بلاش يا جماعه بلاش الحركات دي، الناس بتقول يا رب، المفروض السواقين يقولوا يا رب. مش لما اجي اكلمك في المشروع اقول لك بس تقول لي انا مش وسطه انا مؤهل، نسيت ما كلنا مؤهلين. مهنه السائق زي مهنه الطبيب زي مهنه المحامي زي مهنه المعلم، كلها مهن، وكل مهن موجوده في البلد كلها مهن شريفه على دماغنا من فوق، من اول عامل النظافه اللي بيكنس وسختنا وقرفنا الى الطبيب اللي بيعالجنا، طبعا ربنا فوق كل ده، اللي بيعالجنا وبيشفينا كل ده ربنا. اتمنى يكون صوتي وصل للي عاوز يسمع الفيديو، يتقوا ربنا فينا شويه، اتمنى اكون اساعدناكم، يا رب ما فيش حد يزعل مننا. انا بس بتستفزني المواقف دي على البحر، لو انت جاي من ابو قير يقول لك انا اخري المحروسه، انا اخري سيدي جابر، انا اخري الشاطبي، وحكايه الشاطبي دي بقت موضه اول ايام دي، كله يقول لك انا اخري الشاطبي عشان يجي عند الدوران بتاع مستشفى الشاطبي ويلف ويرجع يخطف الطريق، وممكن يجي عند الشاطبي يقول لك يا جماعه انا اخري النفا، يجي عند النفا بتاع الشاطبي يقول لك يا جماعه اللي مكمل لو حد مكمل محط رمل ولا المنشيه يخليه راكب ويدفع الاجر. انت كده انت كده واخد فلوسك دي حلال، انت شايف ان فلوسك دي حلال، وفي ناس بتواجهه تقول له انا مش مسامحك في الفلوس دي، له مش مشكله ما تسامحنيش. فين زمان لما كان في رضا كده والناس كانت بتدفع اللي معاها، مفيش حد كان بيقف لحد في المشروع على نص جنيه وربع جنيه وجنيه، يقولوا انت نازل فين، لا هات لا، وكل يوم عراك في المشروع، كل مركب مشروع عليه فيه عركه بسبب ان السواقين كل واحد بيشغل تعرفته ركوب على مزاجه. اشوفكم في فيديوهات قريبه، لو لسه ما اشتركتوش عندنا في القناه اشتركوا فيها، فعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد بنزوله على اسكندريه، الاهم ما تنسوش ادعمونا بلايك من اسفل الفيديو، اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات قادمه باذن الله تعالى.